ما نعرف فيه ولا رايحين فيه ولا عايزين ايه. مشاوير مرسومة خطوية نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه من غير كده. ما ليهم حق يقبضوا عليه؟ حد يكتب الكلام اللي هو كتبه ده؟ ما كان بيكتب اكتر من كده ايام الملك وعلى الملك نفسه. اللي محيرني ان احسان واحد من اللي كانوا بيمهدوا للثورة، بس اكيد شاف حاجة غلط فكتب. دول في الاخر ولا في الاول ضباط، يعني حاضر يا فندم، تمام يا فندم، احلم يا فندم. جايز توقيت الكتابة ما كانش مناسب. ما تقومي تفتح. طب ثانية واحدة حليم، ده واحد بيقول ان هو صحفي واسمه صلاح رشدي، ادخله؟ طب قولي له اتفضل عقبال ما اغير هدومي. قبله انت يا شحاته. استنى يا فردوس، تعالي هنا. انا حابله كتبوكس. اتفضل اتفضل، زحمه، اتفضل اتفضل.
نور اتفضل. مساء الخير. اتفضل حضرتك. مساء النور يا استاذ. اتفضل. شكرا. هنا حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. شكرا. اتفضل. تشرب ايه حضرتك؟ لا ابدا ملوش لزوم. ملوش لزوم ازاي؟ اعمل لك قهوه؟ بس مش عايز اتعب حضرتك. تعبك راح. قهوتك ايه؟ مظبوطة بعد اذنك. حالا. وحضرتك بقى بتكتب في انهي جورنال؟ انا بكتب في اكتر من حته. ما تستريحي انت قبل وانا اعمل القهوه. هو انت بتعرفي تعمليها؟ طول عمري بعملها والضيوف بيشربوها وبيشكروني. اشمعنى يعني سي صلاح ده؟ انت بتقولي يا بنت؟ انا لا قلت ولا عد. انا بس قصدي اريحك. لما بقول لك اني تعبانه بيريحيني. روحي استعجلي حليم. حاضر يا ابله. انت في بدايه مشوارك الفني هتقدر تنافس اساطين الغنى الموجودين؟ عبد الوهاب، فريد الاطرش، عبد الغني السيد، عبد العزيز محمود. دول اساتذه كبار من غير شك. لكن انا مش جاي انافس حد. ايوه بس خد بالك، اي شيء ما فيهوش منافسه ما بيبقاش ليه طعم وما بيتقدمش، سواء رياضه، فن، سياسه. انا قلت مش جاي انافس حد، لكن جاي انافس روحي. كل غنوه ناجحه بعملها بحاول اللي بعديها تبقى احلى عشان تنافسها. طيب مين كان له الفضل عليك في بدايه مشوارك الفني؟ اصحاب الفضل عليا كتير بعد ربنا سبحانه وتعالى. اختي عليا مهما حكيت او وصفت هيبقى قليل عليها، مش هقدر اوفيها حقها. شكرا يا علي. العفو. ومين تاني بقى غير اختك عليا؟ وبعدين يا علي هتفضلي بتفني في عمرك كده في خدمه اخواتك؟ قاعده لحد بيشوفك ولا بتشوفي حد؟ اشمعنى ده اللي قمتي عملتيه من القهوه؟ يعني انت كنت شفتي حد غيره؟ ليش التفكير الخايب ده يا بنت وردي باللي ربنا قسمهولك؟ ربنا يخليلك اهلك، دول عزوتك وحبايبك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده حليم عايز شاي وقهوه للراجل. اعملي لهم الشاي وقدميه له. الله، هو ايه اللي حصل؟ هيكون حصل ايه يعني؟ حاضر يا أبلة. اللي بيعمله محمد نجيب ده ملوش غير معنى واحد، انه بيسحب السجادة من تحت رجلينا. انا معاك يا جمال، ده بيلف البلد من اولها لاخرها، بيخطب وبيقابل الناس على انه الصانع الحقيقي للثوره. ودي انتهازيه مش ممكن نقبلها. بس خدوا بالكم يا اخوانا، ان نجيب اصبح له قاعده شعبيه عريضه، واذا احنا خدنا اي اجراء ضده ممكن تحصل بلبله. ده غير محاولات الاخوان المستمره لاستمالته، واحتمال كبير يلجا لهم علشان يساعدوه في حاله الضغط عليه. خلاص، يبقى كل ده لازم يتغير. فكر فيها يا جمال، كل اللي خايف على روحه من قوتنا مفيش قدامه غير انه يحل الجماعة. الوفد زي الثورة، والنقراشي زي عبد الناصر. مش هما دول اللي كنت عاوز تحتويهم يا سيادة المستشار؟ كنت فاكر ان عظمهم طري، لكن للأسف اهم طلعوا اصعب من اللي قبلهم بكتير. كلهم عطش للسلطة والنفوذ والضرب تحت الحزام. واضح ان عبد الناصر واللي معاه دول مش هيجيبوها لبرا ابدا. عبد الناصر، عبد الناصر هو مفيش كلام غير عليه. امال فين محمد نجيب؟ نجيب ده راجل كبير وطيب ومحطوط مجرد وجهه، وواجهه ضعيفه كمان، مع ان اللي يشوفه هو وسط الناس يقول اسد. بس اسد من ورق، انما في جنينه الحيوانات اللي هم نصبينها عبد الناصر هو الافعى. والحل الصبر. مفيش قدامنا غير الصبر او المواجهه. اسمع كلامي يا استاذ عبد الغني، اللحن جميل وعامل جو في ركن الاذاعه. ايوه يا استاذ حافظ، بس ده ملحن ناشئ ومش معروف وما عندوش خبره.
قعدت تقول كده على صفيني مرة وما رضتش حتى تسمعها لغاية ما نجحت وكسرت الدنيا. هو لولا ان انتوا بتزوعها 20 مرة في اليوم كانت نجحت. عموما يا سيدي هات سعال اسماعيل بتاعك ده يسمعني اللحن. تعال يا علي. صباح الخير يا استاذ عبد الغني. صباح النور يا سيدي. سمعني بقى اللحن اللي بيقول عليه استاذ حافظ ده. اسمه ايه؟ يا مغرمين. اتفضل سمعني. نشرة الأخبار من القاهرة. تم تعيين البكباشي جمال عبد الناصر رئيسا لوزراء مصر بدلا من السيد اللواء محمد نجيب الذي اكتفى بأن يكون رئيسا للجمهورية. هذا وقد شكل جمال عبد الناصر وزارته من السيد حسين الشافعي وزيرا للحربية والسيد حسن إبراهيم وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية. وسنوافيكم بالأنباء مفصلة بعد نهاية النشرة. يقوم السفير الفرنسي الجديد بتقديم أوراق اعتماده سفيرا لفرنسا بالقاهرة. صرح وزير خارجية ألمانيا صباح اليوم ايه رايك يا استاذ عبد الغني؟ رايي في ايه؟ في الغنوه. هي دي غنوه؟ ده مونولوجي غنيش كوكو مش عبد الغني السيد. ده لحن جديد مختلف وصعب اللي زي حضرتك يفهم. نعم انت اللي هتفهمني اغني ايه وما اغنيش ايه. انا نجم. نجم على روحك يا استاذ. خلاص خلاص يا علي مش كده. خلاص. لا مش خلاص. غنوه تقرف ولحن خايب وانت متجمد ومش عايز تتطور. اهدى يا علي اهدى مش كده. مين؟ علي اسماعيل. في ايه مالك؟ قلب اسمعه لحن جديد يقول يروح لشكوكو يغنيه. هدي نفسك يا علي. انت تعرف علي حليم؟ ده دفعتي يا استاذ حافظ. طب اسئله مول وهدي. تعال تعال يا علي تعال يا اخي. اهلا 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 يا معلم صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. ده بقى اخويا واستاذي اسماعيل شبانه. انعم واكرم. صوت بديع وجميل وكل الناس عارفاه. اشكرك. اتفضل. اتفضل. وده بقى يا سيدي المعلم صديق. اهلا وسهلا يا معلم صديق. بتاع حفلات اسكندريه الله لا يعيد ايامها السودة. ليه بس يا ست هانم؟ طب ده انا جاي مخصوص عشان اسكندريه بحالها مستنيه النجم عبد الحليم حافظ. مين؟ حليم يغني هناك تاني؟ ده لو هيبطل غنى مش هخليه على التبقى. استني بس يا عليا لما نعرف ايه الحكايه. ربنا ما يوريك يا اسماعيل. اصلك ما شفتش اللي احنا شفناه. يا ست هانم الزمن غير الزمن وكمان الفلوس غير الفلوس. حتى لو ببلاش يا معلم صديق برضه هغني. المكان اللي فشلت فيه لازم انجح فيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انت ايه اللي مخليك مطلع البدله القديمه؟ ما تلبس واحده جديده. لا يا فردوس انا هغني على نفس المسرح اللي فشلت عليه ولازم البس نفس البدله. طب ما انت عندك بدل كتير ليه القديمه بالذات؟ هو يعني عند يمكن يكون عند بس انا عايز اطلع للجمهور اللي حدفني بالبيض والطماطم زي ما شافني اول مره بنفس البدله لازم اغني بيها. طب ممكن تلبس القميص الجديد اللي انا جايبه لك. انا متشكر على ذوقك بس انا مصمم على رايي مش هغيره. نهدى ازاي يا معلم صديق؟ اذا ما كنتش شايف غير سي عبد الحليم خليه يغني لوحده ونروح احنا. وده اسمه كلام؟ ده انتم الخير والبركه. عشان كده صورته ماليه كورنيش واحنا ولا احنا هنا. ده شاب صغير محتاج دعايه لكن انتم نجوم كبار مش محتاجين. مش كفايه اغاني اللي بتتذاع ليل ونهار؟ هتبقى انت واللي ذاع علينا. ده كان بيعزف ورايا دلوقتي بقت صورته اكبر من صورتي. ده ايه الزمن ده؟
ويا ريت بيغني شرقي صح. فين العفقات؟ فين العرب؟ فين المغنى اللي بجد؟ ده مفروض يغني في إذاعة فرنسا مش في الإذاعة المصرية. عموما يا أساتذة الموسم اللي جاي مش هغلط الغلطة دي تاني. ده إذا كنا لسه بنغني. سيداتي أنساتي سادتي أهل الأسكندرية الكرام، حان الآن موعدكم مع نجم الحفلة، مع الصوت العذب الحنون، مع الأغاني الرائعة والكلمة التي تحرك الوجدان، مع نجم الإذاعة المصرية، مع على قد الشوق وصفيني مرة، مع عبد الحليم حافظ. ما تخش يا حليم، ده الجمهور مولع الصالة. سيبه يا شحاتم، صار ده يوم عمري ما هنساه في حياتي. ليه يا حليم؟ عشان نجحت يعني؟ طب ما انت نجحت في مصر وقدام جمهور اكبر من ده وحفلة اعظم من دي 100,000 مرة. لا، عشان اصريت وفرضت اللي انا عايزه والناس اللي بهدلوني رجعوا سقفولي. يا سيدي عودة المنتقم يعني. قول لذة الانتصار. يا سلام عليك يا حليم. اما انت فيك حاجة غريبة، ساعات تبان كأنك ضعيف وغلبان مع ان جواك قوة. والله وكمال معك حق فعلا. انا نفسي اعرف هو بيجيب القوة دي منين وايه سببها. الحلم هو اللي بيقويني، عايش بيه وليه، ابقى وسط الناس ويطير بيا الدنيا تانية. نفسك تبقى غني؟ مش عايز ابقى فقير. يا سلام، وايه الفرق؟ لا الفرق كبير. الفقر يعني كسرة النفس، الفقر يعني الخوف من بكرة. جايز تبقى أكرم خلق الله وتبان بخيل عشان ما فيش في جيبك ولا مليم، مش قادر تقول. الفقر واليتم يخلي الحزن صحبة، منين ما تمشي يمشي معاك، ولو فرحت يقولك اوعى تفرح، اوعى تنسى اللي فات. اللي فات كان صعب، كان صعب قوي. يا حليم انت هتقلبها نكد ولا ايه؟ يا راجل ده انت لسه بتقول النهارده اسعد يوم في حياتك والانتصار. حد في عز النجاح ده يفكر في الايام الحزينه دي؟ انا عمري ما نسيت، لان النسيان درجه من درجات الموت. طول الوقت فاكر اللي حصل لي امبارح عشان اعرف ابص على بكره. انت بصراحه كده قلبتها هم وغم ونكد. لا غم ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ قول. ما تغني. ما انا لسه مغني. غني تاني. اصل انت لما بتغني احسن ما بتغني. يا سلام. شوف غني يا مغرمين. يا مغرمين يا عاشقين، مين زي مين يا مغرمين؟ يا مغرمين يا عاشقين، مين زي مين يا مغرمين؟ مين مين زي مين يا مغرمين يا عاشقين؟ مين زي مين يا مغرمين؟ يا مغرمين يا عاشقين، مين زي مين يا مغرمين؟ مين زي مين يا مغرمين يا عاشقين؟ غنى تاني وجمهور تاني، انا حسيت ان انا مش واقف على الارض، حسيت اني طاير في السما، حسيت اني بقيت واحد تاني. ما انت بقيت واحد تاني يا حليم. تاني ازاي يعني؟ بقى عارف يقول ايه وما يقولش ايه، امتى يغني امتى يقصر في الغنوة، لحد ما يخلي الناس كلها مستنيه على نار او زي يكمل الغنى. محمد يعني عاوز يقول ان عبد الحليم بقى محترف. ودي حاجه حلوه ولا وحشه يا ابي؟ لا هي حاجه حلوه، بس لو عرف يستخدمها مظبوط. الفنان مش مفروض انه يكون كله احساسه بس،
لازم جزء كبير منه يبقى احساس والجزء الثاني بنسميه صنعة اللي هو الاحتراف. حاجه كده يا دوسة زي الاكله الحلوه كل معاييرها مظبوطه. اه يعني استوى. استوى ايه يا فردوس؟ هو طبيخ. طب كمل يا حليم، كمل احكي. حسيت يا علي اني خدت الطاري وخليت الناس اللي ضربوني بالبيض والطماطم يسقفولي، وقعدوا يسقفولي لحد ايديهم ما اتقطعت. انا يا واد ساعات بحس ان انت حد تاني، مش حليم اللي انا مربيها. ليه بتقولي كده يا قبل؟ على قد ما هو طيب وحنين تربيتي، بيجيله اوقات كده ما بيقدرش ينسى لما حد بيجي عليه، وبيفضل مخزن لما تجيله فرصه وياخد بطاره زي ما قلب لسان دلوقتي. اخص عليك يا عليا، انا خدت طاري غنى مش ضرب نار. اول مره اشوفها عليا شبان او حليم وقعوا في بعض. عاجبك؟ اديكي شمتي القعده فينا اهو. فشر لا هو ولا اهله كله. ايوه عاجبك كده ياض؟ اديك جبت لك كلام. انا بجتمع بيكم النهارده لمناقشه الجلاء، جلاء الجيش الانجليزي عن ارض مصر حتى اخر جندي. طيب دلوقتي لو ربطوا الجلاء باتفاقيه دفاع مشترك زي معاهده 36، الجلاء يا حكيم دون قيد او شرط مش هيوافقوا بالسهوله دي. انا رايي يا جماعه ان ده محك صعب للثوره ولينا، لان اساس وجودنا هو الكفاح من اجل الجلاء مهما كان الطريق صعب. علشان كده لازم نبقى مستعدين نفتح معسكرات الجيش والحرس الوطني لتدريب شبابنا على الكفاح المقدس. لازم يتسلحوا ويبقوا جاهزين للمعركه. لازم الجيش الانجليزي يعرف ان مساله الجلاء عن ارض مصر مساله حياه او موت. هذا وقد بدا مجلس قياده الثوره بقياده رئيس الوزراء البكباشي جمال عبد الناصر في مفاوضات مع الجانب الانجليزي من اجل الجلاء. الى هنا انتهت نشره الاخبار. هنا القاهره نستمع الان الى الفنان كارم محمود. خير يا سي شحاتة؟ عايزني في ايه؟ وقالك اسبوع كده وانتش على بعضك. والله علي انا مش عارف اقولك ايه ولا ابتدي معاك ازاي. غنوة دي مالك يا شحاتة؟ اصلي معتمد على ربنا ثم عليكي في الموضوع ده، محدش هيحله غيرك. لا والله وهوشتني. انت متخانق مع محمد؟ لا محمد ملوش دعوة بالموضوع ده. ومال مين اللي له دعوة؟ فردوس. مالها فردوس؟ انا عايز اكمل نص ديني. مش لما تكمل ربعه الاول؟ انت بتهزري علي، انا بتكلم بجد. من امتى بتتكلم جد؟ بتحبها قوي علي؟ كسيت نبضها. امال انا جايلك ليه؟ ما فتحتهاش في الموضوع خالص. كسفت. لو وشك صوف قوي ده، انت وشك مكشوف تاني علي. طب خلاص ما تزعلش، انا كده هختار وقت مناسب وابقى فاتحها. طب هتفتحيها امتى؟ لما الانجليز يطلعوا من مصر. يبقى انت كده بقى مش عايزانا اتجوز خالص. ليه هم هيلبدونا هنا ولا ايه؟ اوه هنرجع للهزار تاني. بقولك بحبها يا علي. ما هو انت اللي مكسوف تفتحها، ما تكتب لها جواب. ماليش في الحاجات دي وما بعرفش اقول كلام حب. قول لها كلمتين من قلبك، لو صدق هتحس بيك. ولو ما عرفتش اقول بقى يبقى الجوازه باسط. ابوس ايدك عليا، اتكلمي انت معاه. انا هتهوى دلوقتي وانت افتحي معاه الموضوع. وكمان هتشتغلي خطبه يا عليا على راي ام كلثوم. انزاحه ولادنا ولا بلاش، خلينا احنا مؤدبين. مش هتقول حاجه بالمناسبه دي يا ابو صلاح؟ ده انا هقول واقول واقول بس عقلي يستوعب الحدث واستمتع بيه، وهيطلع شعر وغنى. صح يا استاذ الرحمن، ده حقيقي. احنا داخلين على فتره مهمه في تاريخنا. اللي عمله عبد الناصر واخوانه في سنتين ما قدروش كل الزعماء يعملوه في 82 سنه. تحيا مصر. انت على طول بتهتف كده يا جهيم. خرجت امتى يا ست الكل؟ انا
الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا حلوه، نورت بيتك يا حسام. ده نورك يا شرقاوي. طولت الغيبه يا ثوراجي. مش بكيفي والله يا صلاح، واضح ان مكتوب على قلم الحر انه ياخد جزاته سواء كان اللي بيحكمنا تركي ولا مصري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا مشاري. الله يسلمك، عرفت منين؟ أنت ناس أنا بشتغل فين؟ أنت قاعد هنا يا أستاذ وإبراهيم عمارة قلب الدنيا عليك. وأنت شايف إن أنفع في موضوع السينما ده يا أستاذ عمارة؟ لازم تعرف يا أستاذ عبد الحليم إن المنتج نصه فنان ونصه تاجر شاطر. يعني ما بيرميش فلوسه على الأرض. أيوه بس أنا خايف المرة دي تعتمد عليا وما تطلعش تاجر شاطر. أولاً أنا معتمد على ربنا. ونعم بالله. ثانيا انا جايب معاك شاديه، وانت عارف شاديه بقى الجمهور بيحبها قد ايه. ومين ما يحبهاش. وكمان الفنان الكبير حسين رياض، وقصه فيلم جميله وناعمه وكلها حب وتضحيه. ايوه بس انا ليه شرط بالنسبه للفلوس؟ يعني لا مش مساله فلوس. اه يبقى عايز تقرا السيناريو الاول. ما انا اكيد هقراه، بس الشرط اللي انا عايزه اني اجرب نفسي في مشهد قدام كاميرا، والله لقيت نفسي انفع يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما اقتنعتش بروحي يبقى خليني مغني احسن. انا لو شاكك 1% انك انت مش هتنفع ما كنتش جيت لك. انا متاكد انك انت هتنجح وهتكسر الدنيا. وعده الجلاء اللي وقعها عبد الناصر فيها شبه التحالف مع الغرب، بعد ما قعد هو واخوانه يصرخوا ويملوا الدنيا كلام ان ممنوع اي تحالف مع اي قوه، يقولوا حاجه ويعملوا حاجه تانية. وعده الجلاء ديت عبارة عن حلف مع الإنجليز. يمكن ما قدروش يوصلوا لنتائج أفضل من كده يا سيادة المستشار. الكلام اللي بتقوله ده يا شيخ بهتين، احنا لسه كمان هنديهم مبررات. مش موضوع مبررات، إنما أسباب ونتائج. وبعدين ده رأي عبد الرحمن، إيه هتمنعنا أقوله؟ مش وقت خلاف دلوقتي يا سيادنا. يا سيادة المستشار، المثل بيقول يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. واضح إن البلد خلاص بقت بتاعتهم، يعملوا فيها اللي هم عاوزينه. لا عشنا ولا كنا. انا هبتدي اكتب وههاجم المعاهده دي. احنا لسه هنكتب. الف مبروك يا استاذ عبد الحليم. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا حليم. مبروك يا حليم. ودول بقى 200 جنيه العربون وباقي الألف خلال التصوير. مبروك يا حليم، عقبال نجاح الفيلم واحنا سوا ان شاء الله. على اذنكم. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك. اتفضل يا استاذ. الف سلامة. التوفيق يا استاذ ابراهيم ان شاء الله. التوفيق. مبروك يا حليم. الله يبارك فيك يا موج. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عليا. ربنا يكفيك شر ويديك خير يا حبيبي. امين يا رب العالمين. اعمل لنا شربات يا فردوس. حاضر يا قبل. مبروك يا حليم. انا مضيت العقد وخدت فلوس، بس انتوا نسيتوا حاجه مهمه قوي. خير يا حليم؟ يا موج، انت ناسي اللي انا ماضي عقد فيلمين مع عبد الوهاب ولا ايه؟ هما فين الفيلمين دول؟ هو كلامه خلاص؟ ايوه بس العقد عقد يا ست علي. طب والحل يا جماعه؟ شوف يا حليم، اسمعني كويس. انا شايف ان دي فرصه لا يمكن اي حد ممكن يرفضها. وبعدين دي يا اخي بطوله جايه لك قدام شادي وحسين رياض، هتلاقيها فين تاني دي؟ ايوه كمال. طب بس لو فرضنا يعني ان الاستاذ عبد الوهاب عمل مشكله. عقد عبد الوهاب ب 500 والعقد ده بألف، لما عبد الوهاب يبقى يعمل فيلمه يبقى يحلها ألف حلال. الشربات يا قبل. مبروك يا حليم، ألف مبروك. عقبال شرباتك يا فردوس. أنا من رأيي إنك تخش تصور عادي جدا وتسيبها على الله. إذا الفيلم نجح بإذن الله عبد الوهاب هيفرح، لانك هتمثل من انتاجه وانت نجم كبير. اما بقى لو لا قدر الله والنبي ما تكمل، برضه ساعتها عبد الوهاب مش هيزعل لانه مش هيخسر حاجه. يبقى نقرا الفاتحه.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون. لسه صاحي فنان؟ صدق الله العظيم. أنا برضو لسه صاحي. تعال خش خش. قول لي بقى أنت إيه اللي محيرك ومسهرك لحد دلوقتي؟ دبرني يا سمع. ايه خير ان شاء الله؟ موضوع السينما. مالها سام؟ خايف يا اسماعيل. انا نجحت في الغنى، خايف ما نجحش في السينما، خايف افشل فيها. عبد الوهاب بجلالة قدره ما قدرش يكمل. تعرف يا عبد الحليم ايه الفرق اللي بينك وبين عبد الوهاب؟ الفرق اللي بينك وبين عبد الوهاب ان عبد الوهاب مطرب الملوك والامراء عشان بيغني لهم، إنما أنت بتغني للناس، بتغني للشارع. عبد الحليم أنت شبهه، علشان كده حبوك وبقوا يغنوا معاك مش بيغنوا وراك. وأنا إحساسي بيقول إن اللي حصل معاك في الغنى هيحصل معاك في السينما. أنت شبه الناس يا عبد الحليم ومنهم. ما تخافش، ما تخافش واتكل على الله ونعم بالله. الله توضع يا حليم وتعالى نصلي الفجر سوا عشان ربنا ياخد بيدك. قريت اللي كتبه الخضيبي على لسان النايب بتاعه خميس حميده، بيهاجم اتفاقيه الجلاء وبيهاجمنا وبيقول ان كل الصلات ما بين مجلس قياده الثوره وجماعه الاخوان اتقطعت. سيبه يقول يا حكيم، ده عامل زي الاسد اللي احنا خلعناه انيابه، ما قدموش غير ان هو يتكلم. يعني هنسيب له الحبل على الغارب؟ طب انت شايف ايه؟ أنا شايف إن إحنا لازم نرد، ما ينفعش نسكت. يبقى عملنا زيهم، ما فرقناش عنهم في أي حاجة. يا جمال، العيارة اللي ما بيصيبش بيدوش. زي ما أنت يا حكيم ما تغيرتش. تبقى موافق على وجهة نظري؟ طبعا موافق، بس لازم الكلام اللي ينزل يخليهم يلفوا حوالين نفسيهم. احنا بنستغل الدين؟ امال هما بيستغلوا ايه؟ بيستغلوا الناس وجهلهم وفقرهم. الهدوء الهدوء يا سياده المستشار. كل واحد بيلعب بالورق اللي معاه، والعنوان ده معناه انهم خايفين من قوه الاخوان. خايفين مننا ولا بيستهزئوا بينا يا شيخ بهتيني؟ كل اناء ينضح بما فيه عبد الرحمن، واذا كانوا هما شتامين يقولون ما لا يجب ان يقال فنحن اخلاقنا الاسلام، ويجب ان يكون اللسان عفيفا. مع مين؟ مع الناس دول؟ طب ازاي؟ بص بص على غفل المجلة ده كويس، وانت تعرف ان التهاون مع هؤلاء هو تهاون في حق الاسلام. هي حصلت؟ وازاي نجيب يسكت عن الحكاية دي؟ تاني يا سيادة المستشار، ما احنا قلنا الرئيس الفعلي لمصر هو عبد الناصر، ده حتى هيخطف الاحتفال بيوم الجلاء في ميدان المنشية في اسكندرية. إن الهتاف الجمال لن يبني هذا الوطن، ولكن يا إخواني سنعمل وسنتقدم، سنعمل للمبادئ وسنعمل للمصير العليا، بهذا سنبني هذا الوطن. وأرجوكم أن تصغوا لي، فأنا إذ أتواجد بينكم اليوم وأتكلم معكم في الاحتفال بهذه الاتفاقية وفي الاحتفال بهذا الجلاء وفي الاحتفال بهذه الحرية، أريد أن أذكركم بالماضي وبكفاح الماضي وبكفاح أبائكم وبكفاح أجدادكم. أنتم يا أبناء الإسكندرية، لقد بدأت كفاحي وأنا شاب صغير من هذا الميدان، ففي سنة 30 خرجت وأنا شاب صغير مع أبناء الإسكندرية أنادي بالحرية وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي. فأنا إذا أتواجد بينكم في هذا الميدان وأحتفل معكم، أنتم يا أبناء الإسكندرية، يا من استشهد إخوانا لكم في الماضي، أريد أن أقول لكم
انني احتفل معكم بعيد الجلاء، بعيد الحرية، بعيد العزة، وبعيد الكرامة. مش ممكن، دي محاولة اغتيال. خبر اسود ده عبد الناصر. ليه؟ ليه عمل لهم ايه؟ عمل ايه؟ ماما، 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 من فضلك تعملين بابا ماله؟ انا سامع اصوات، ايه الاصوات دي؟ بابا جرروا ايه؟ ما تخافوش، ما تخافوش، ربنا يستر. ايها الرجال فليبقى كل في مكانه، ايها الرجال فليبقى كل في مكانه، ايها الرجال دمي فداء لكم، حياتي فداء لكم، تحمل نفسك يا جمال، حياتي فداء منكم، ايها الرجال ايها الاحرار. أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا عليه. ومين مجنون يفكر يعمل عملة زي دي؟ يا لهوي، يقتلوه ليه؟ أعداء الثورة موجودين تحت السطح وفوق السطح وكتير قوي عليه. وهو كان عمل لهم إيه؟ أنا أعرف الناس تختلف مع بعض، يتفهموا، يتكلموا، لكن مش يشربوا نار. أيوة لما يبقوا ناس طبيعيين، لكن اللي عمل عملة زي دي أكيد يا مجنون يتغسل مخه. يعني هم ملقوش غير يوم الاحتفال بالجلاء وفي وسط الناس دي كلها زحمة بقى، واللي ضرب هيطوه وسط الزحمة دي، هتبلعه ما يبانش. ده لو واحد واقف جنبي وفكر يضرب نار على عبد الناصر كنت أكلته بسنين. لا بتهالك يا فردوس، انت لو في موقف زي ده هتتخض من ضرب النار، ومش هتبقى دي طريقة تفكيرك. ربنا بس ينجيه يا رب. إن شاء الله هينجيه وهيعرفوا مين اللي عمل كده. لقد كنت دائما حريصا على أن تستمر هذه الثورة بيضاء يتآلف فيها الجميع، وحينما قلت هذا كنت أعلم أن الهضيبي قد اختفى بعد أن أعلن الجهاد ضد الثورة ورجالها، لا ضد إسرائيل ولا الإنجليز. ونسى أنه حين كان يرتمي على أقدام فاروق ويوقع في دفاتر التشريفات كان جمال وأخوانه الضباط قد وهبوا حياتهم جميعا لهذا الشعب. ومحمود عبد اللطيف الذي أطلق الرصاص، هذا الرجل الفقير كنا نعمل من أجل حريته وعزته في الوقت الذي كان الهضيب باسم الدين والإسلام يبس في نفسه الحقد والكراهية، نحن نحارب الفقر وهو يستغل الفقر للضغط علينا. We'll be right back.